اخرج واركب مظاهرات. الله، ما هذه الثورة المباركة؟ بنفس المبدأ يتعمل عليها مظاهرات؟ لا، ده انقلاب عسكري. اللي معايا مجاهد وعلى طريق الحق، واللي ضد انقلابه ومعرض. ودي بقى مقولات الاعداء منذ الانشاء، وسيناريو بيتكرر بعد 8 سنين، بس المرة دي مش في مصر، لا في تونس. ففي الحلقة دي بقى ان شاء الله هنجاوب على سؤال، يا ترى دي ثورة ولا انقلاب؟ وفي تحذير هنقوله في نهاية الحلقة، يا ريت الكل يستنى لاخر الحلقة. ونتقابل بعد الانترو بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل ما نبدأ الحلقة البسيطة دي، أتمنى دعمكم للحلقات عن طريق اللايكات والكومنتات. وطبعا لو مش مشتركين على القناة، انزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونخش في الموضوع بقى. طبعا اللي بيحصل في تونس دلوقتي ما هو إلا تجلي لثورة 30/6. واحد دلوقتي يسألني ويقول لي طب وإيه علاقة ثورة 30/6 بثورة تونس؟ هقول لك عزيزي المشاهد، دي الثورة اللي فضحت تنظيم الإخوان كله وبينه ووضح خططه للعالم العربي كله. وزي ما التنظيم اتنشأ في مصر، برضه مصر هي اللي هتنهيه. ونيجي نخش جنب تونس ونسيب مقولة انقلاب عسكري دلوقتي لان هنحتاجها شويه، بس ملحوظه صغيره عزيزي المشاهد، نطبق على تونس الاول وبعدين نشوف تاريخ مقولة الاخوان بتاعه الانقلاب العسكري. فاللي حصل في تونس يا صديقي كان كالتالي: طلع الرئيس التونسي قيس سعيد، قام بتجميد البرلمان ورفع الحصانه على النواب بتوعه واعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتولى الرئيس هو السلطه التنفيذيه بمساعده رئيس الوزراء الجديد اللي هيبقى يعينه. وانقسم الوضع في تونس لجبهتين زي ما حصل في مصر بالظبط. شويه قالوا على القرارات دي انقلاب عسكري لان الجيش حوط مبنى البرلمان ومبنى الوزاره ومنع النواب تخش، والفرقه الثانيه قالت ده بدايه طريق الاصلاح وطريقه التخلص من الاخوان. وطبعا احنا عارفين ان اول دوله عربيه قامت فيها ثوره كانت تونس بعد حكايه محمد ابو عزيزي لما عملوا الثوره على نظام زين العابدين بن علي. ومن 2011 لحد الان الاخوان هم اللي ماسكين الحكومه تحت مسمى حركه النهضه. وعايز برضه اقول لك عزيزي المشاهد على ملحوظه: الرئيس في تونس ملوش كل الصلاحيات. بمعنى ايه؟ ان هو ما بيتحكمش الا في الجيش وفي السياسات الخارجيه بس، فمعنى ذلك ان ملوش علاقه بالسياسه الداخليه. بمعنى ايه؟ ان الحكومه هي اللي ماسكه السياسه الداخليه. طب يا محمد، عاوزين نعرف بجد، ده مسار تصحيح ولا انقلاب عسكري؟ بس انت يا محمد عاوز توصل لنا ان هو انقلاب عسكري لان انت بتكره الاخوان. هقول لك عزيزي المشاهد، انا هكلمك بالارقام وده هيبقى الفيصل ما بيني وبينك. معلش اعذرني عزيزي المشاهد، مش قادر افتح قوي لان انا عندي حساسيه من الضوء، بيبقى يجي مواسم كده وعيني بتوجعني فمبقاش قادر افتح قوي. وزي ما قلت لك عزيزي المشاهد، هيبقى بيني وبينك الارقام سواء في مجال الصحه او في الاقتصاد. ووضع تونس في العقد الاخير، يعني من بعد الثوره التونسيه في 2011 لحد الان، تونس عزيزي المشاهد من قبل 2010 كانت من اكثر الدول العربيه تنوعا في الصناعه، وخصوصا الصناعات النسيجيه والصناعات التحويليه كمان، وشكلت في فتره من الفترات ثلث الناتج المحلي الاجمالي لتونس. لكن في عهد حكومه الاخوان تدهورت الصناعات دي جدا، ده غير وصول الدين الخارجي لتونس لحوالي 35.7 مليار دولار، وده رقم لو تعلمون عظيم. ومش دي المشكله كمان، المشكله ان البلد في الفتره الجايه مطالبه تسدد 5.4 مليار من الديون اللي عليها، والرقم ده بيزيد عن الناتج المحلي الاجمالي بقيمه 100%. يعني انت متخيل دوله بحجم تونس الناتج المحلي الاجمالي بتاعها اقل من 5 مليار دولار؟ انت متخيل الكارثه؟ ده غير ان في عجز ميزانيه بحوالي 6 مليار دولار، ونظام زين العابدين بن علي اللي كانوا بيقولوا عليه فاشل ومستبد كانت الديون في عهده 16 مليار دولار بس، في عهد حكومات الاخوان المتعاقبه وصل الدين ل 35 مليار، يعني اكتر من الضعف. ووصل العجز المالي نحو 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي، والكلام ده كان سنه 2020، والرقم ده هو الاعلى من حوالي 40 سنه. وطبعا البطاله كانت في 2010 نحو 18% من سكان تونس، وصلت البطاله في 2020 لاكثر من 30%، يعني حوالي اكثر من ربع الشعب. متخيل ان دوله 12 مليون نسمه يبقى فيها حوالي 4 مليون واحد عاطلين عن العمل، فده رقم كارثي. واما عن الاقتراض، فاقترضت من البنك الدولي في 2016 2.88 مليار دولار، ده غير ان في 2021 كانت بتطلب البنك الدولي ان هو يقدم لها مساعدات ومعونات. طبعا ده غير تدهور الحاله الصحيه بسبب ازمه كورونا وضعف التعامل معاها، وغير نقص ايرادات السياحه برضه، وتراجع الزراعه والصناعه، وارتفاع الاسعار برضه. وبما ان راجل درست اقتصاد، فانا حابب اقول لك ان الارقام دي كارثيه لدوله بحجم تونس. تونس دوله صغيره من حيث المساحه ومن حيث عدد السكان، ده احنا عندنا القاهره تعداد السكان فيها اكتر من تونس كلها، وكل ده بسبب فشل الحكومه وانشغالها بس بالصراعات السياسيه. فانا بقى عزيزي المشاهد، بعد الارقام دي كلها سايب لك انت الاختيار، هل دي محاوله للاصلاح ولا انقلاب عسكري زي ما بيقول، او على راي الاخت المناضله سما المصري، ثوره دي ولا انقلاب؟
ملحوظه برضه عزيزي المشاهد، الرئيس قيس سعيد لما جه كل الاخوان فرحوا بيه وقالوا بس هو ده المنقذ، دلوقتي بقى انقلابي، ومش بعيد بقى النغمه الجايه هتبقى امه يهوديه والكلام اللي زي ده. فدايما سياسه وعقيده الاخوان هي كده، سياسه عقيمه بتسيء لكل معارضيه. انت ضدي يبقى انت ما بتفهمش حاجه وانت فاشل وانت مش عارف ايه، لا لو انت معايا يبقى انت مناضل وانت اللي فاهم. وابتدت حكاياتهم دي من ايام ثوره 52، ايامها كانت ثوره مباركه وشاركوا فيها، لكن بعد كده بقت انقلاب عسكري وجمال عبد الناصر فاشل وظالم مش عارف ايه. مش ده كان معاكم كان بايدكم؟ طالما انقلبنا عليه يبقى هو مش عارف ابن ايه وابن ايه. وهكذا حصلت في ثوره يناير، واحد منهم طلع علق برضو اللي خرجوا في ثوره يناير شرازمه، ولما لقوهم هيشيلوا مبارك راحوا راكبين الثوره وبقت ثوره مبارك. واما نفس الشعب بتاع يناير طلع عليهم في 30/6 لا ده انقلاب عسكري. فهم موازينهم مختلفه على حسب فكرهم، انت معايا يبقى انت بتفهم ومش عارف ايه، ولو الشعب طلع عشان يايدني يبقى دي ثوره مباركه، طب لو الشعب طلع عليا ده لا ده انقلاب عسكري. فكلمه الانقلاب العسكري ده عندهم لبانه في بقهم. طب هي تونس ازاي انقلاب عسكري اذا كان هو نفسه الرئيس وجايب انتخابات؟ فكره ان هو شال الحكومه عشان يعين حكومه جديده ويعمل برلمان جديد في محاوله للاصلاح الاقتصادي بدل الحكومات الفاشله اللي عماله تصطنع المشاكل. فانت لازم تأيدهم تأييد مطلق عشان يبقى انت بتفهم ومناضل. ونيجي بقى للتحذير اللي انا كنت بقول لكم عليه في بدايه الحلقه، في قنوات على اليوتيوب عزيزي المشاهد فكرها عدواني جدا بس بتجيلك في شكل مش في شكل سياسي عشان ما تتعرفش او يتعرف ميولها، فبتقدم لك تاريخ وتحديدا التاريخ الاسلامي لان كلنا بنحب نسمع التاريخ الاسلامي، فزي ما بيقولوا بيحط لك السم في العسل. وفي واحد فيهم اسمه محمود سالم قناته مشبوهه، والمشكله مش في كده، انت عارف الفكره مش في كده، انت عارف لو معارض ومعروف ميولك كنا نقول ماشي، يعني مثلا عندك عبد الله الشريف ولا معتز مطر ولا اي حد من الخانات دي معروف ميولهم ايه وتوجهاتهم وصريحين في كلامهم فما يتقلقش منهم. الفكره في الناس اللي متخفيه، الناس دي خطر جدا الناس تركز فيه، وخصوصا الناس اللي بتقدم التاريخ الاسلامي وعمال يقول لك بقى الخلافه الاسلاميه ومش عارف ايه، نحذر وناخد بالنا من كل كلمه، وتحديدا قناه اللي اسمه محمود سالم ده، الراجل ده خطير والله. فزي ما بقول لك المشكله في اللي كاتم ميوله وعمال بيلقح وبيحط السم في الدسم، وربنا ينصر بلادنا العربيه ويوفقها ويوفق قادتها لكل خير. وبكده نكون نهينا حلقتنا النهارده، ما تنسوش بقى تدعموا القناه بلايكات وبسبسكرايب لو لسه مش مشتركين على القناه، وانزلوا في الكومنتات تحت قولوا لي انتوا عايزين حلقات عن ايه كمان، ويا ريت يا ريت تدعموا القناه لان القناه بقى لها فتره الرينك بتاعها في النازل، فاتمنى تشيروها وتعملوا الحلقات لايكات عشان نقدر بس نستمر وما نحسش ان احنا بننده في مالطا زي ما بيقول. ويلا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، سلام.